أكد مدير مستشفى الكويت التخصصي بمدينة رفح الفلسطينية أن الوضع الصحي في مدينة رفح الفلسطينية كارثي، مشيرا إلى أن مستشفى الكويت هو الوحيد الموجود في وسط المدينة ويمتلئ بالمرضى والجرحى. وشدد مدير مستشفى الكويت التخصصي برفح الفلسطينية أن الكمية الموجودة بالمستشفى من الطعام والأسرة والأجهزة والسولار لا تكفي لمواصلة العمل طويلا. هذا وأشار إلى أن المستشفى يواجه صعوبات شديدة في التعامل مع أعداد الجرحى والشهداء بسبب انعدام الإمكانات والمستلزمات الطبية، فضلاً عن تعطل جهاز الأشعة الوحيد بالمستشفى بسبب ضغط الحالات.